يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند. حلقه النهارده في الحقيقه غايه في الاهميه، وبصراحه الحلقات الحاليه كلها مهمه جدا، لان احنا مجبرين على حدث هام قوي وهو الابرز للنادي الاهلي هذا الموسم، وهو نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي هناك في المغرب في مركب محمد الخامس. كل توفيق لفريقنا ان شاء الله. بالتالي على مدار فقرات الحلقه المختلفه هنرصد لحضراتكم كل الكواليس والاستعدادات النهائيه بالنسبه للنادي الاهلي لهذه المباراه الهامه. كمان بننتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، واكيد السؤال بيتعلق بالمباراه دي لان مفيش يعني شيء اهم منها دلوقتي. توقعات حضراتكم لتشكيل النادي الاهلي في مواجهه الوداد غدا، هننتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال صفحات القناه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستغرام. كمان في بعض اجزاء الحلقه هنتكلم في يعني امور تتعلق بالجانب العالمي تحديدا، نهائي تشامبيونز ليج وكيف تضرر الاهلي من فوز ريال مدريد بالامس، فبرضو دي امور هنتكلم فيها ونتطرق ليها في فقرات لاحقه من حلقه اليوم. لكن البدايه دايما بتكون باهم وابرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الاهلي، الفريق يختتم تدريباته الليله استعدادا للوداد، يا رب التوفيق يا رب. وكمان كاف يخطر الاهلي بجاهزيه تقنيه الفار، وهحكي لكم القصه بالظبط فيما يتعلق بالاجتماع الفني. واخيرا في الترند العالمي، صلاح يفوز بجائزه هدف الموسم بالبريمير ليج. طيب اهم وابرز الماتشات، هما ماتشين النهارده في الدوري المصري، هو الدوري الوحيد اللي شغال دلوقتي طبقا للظروف اللي احنا كنا يعني بنعيشها الفترات اللي فاتت. لكن ان شاء الله المسؤولين ورابطة الأندية تداركوا الموقف ده وهم شغالين على كده فعلا. بداية من الموسم الجديد هنشوف مواعيد مختلفة للدوري المصري، لأن ده هيبقى أمر مهم جدا. فخلينا نبتدي بالمباراة اللي بتتلعب في هذه اللحظات، أول مباراة ما بين فيوتشر وإسترن كومباني، والتعادل إيجابي بهدف مقابل هدف لكل فريق، وهي مباراة مهمة لفرقتين بالتحديد. إسترن كومباني اللي بيحاولوا او بيحتاجوا ان هم يفوزوا او يعني جمعوا عدد من النقاط عشان يحاولوا يستمروا في بطوله الدوري، وهم مؤخرا ماشيين بشكل كويس جدا مع الكابتن علاء عبد العال. المباراه الثانيه الساعه 6:30، مباراه قويه بالمناسبه هتكون ما بين بيراميدز والمصري البورسعيدي. يعني بيراميدز اخر مباراه خسر من الاتحاد، واعتقد في مباراه لعبها بعديها تعادل برضو في الدوري، نتائج مش جيده قوي بالنسبه للبيراميدز اللي كان انطلق مع الكابتن ايهاب جلال في البطوله بشكل جيد. والمصري عنده بعض من الاخفاقات المتتاليه في بطوله الدوري ايضا، فهتبقى مباراه مثيره بكل تاكيد. لكن خلينا في الاكثر اثاره والاكثر اهميه، هو اللي هنتكلم فيه بعد الفاصل، فاستنونا يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية. خليني ابتدي معاكم باهم خبر واللغط اللي حصل خلال الساعتين ثلاثه اللي فاتوا بخصوص خبر كده انتشر، خبر غير صحيح بالمره، وبالتحديد كمان صياغته ما كانتش يعني موفقه خالص لكاتب هذا الخبر، وهو حته ان الاهلي تم اختاره بان المباراه بتاعه نهائي دوري ابطال افريقيا مع الوداد ستكتمل في حالة تعطل تقنية الفار. الخبر نزل بالطريقة دي، فأنا حابب أوضح لحضراتكم بشكل رسمي اللي حصل بالظبط، لأن كمان في صياغة الخبر تم التطرق للاجتماع الفني، فهوضح لحضراتكم اللي حصل بالظبط. لم يخطر النادي الأهلي سواء بخطاب أو بأي شيء أيا كان إيه هو بخصوص هذا الشأن أو أي حاجة تدي مفهوم لنفس المعنى. محدش قال من مسؤولي الاتحاد الأفريقي للنادي الأهلي يا جماعة لو الماتش وهو شغال الفار تعطل الماتش هيستكمل عادي، ما حصلش، ما فيش الكلام ده خالص. طب إيه اللي حصل؟ عشان برضو في ناس تقول أصل في اللوائح، أصل مش عارف إيه كلام من ده، ماليش دعوة، ده لو موجود في اللوائح دي حاجة تانية، دي حاجة تانية كانت تتكتب الصياغة بالطريقة دي، لكن أنا بتكلم على الرسمي اللي حصل. حتى لو الكلام ده ممكن يكون موجود في اللوائح اتقال عكسه، ركز معايا وافهم كلامي، ركز معايا وافهم كلامي، لأن الجزئية دي خطيرة جدا جدا، وممكن يكون في لعبة بتتلعب، وللأسف الإعلام المصري ممكن يكون بيساهم فيها وهو مش قصده. ايه هي؟
ان يا جماعه لو حصل تعطيل في تقنيه الفار اهو المواقع عندكم في مصر هي اللي كاتبه ان احنا قلنا لكم. لا، الاهلي ما حدش قال له اي حاجه بالخصوص ده خالص. خلي بالك من النقطه دي اللي اتقال للاهلي عكس الكلام ده كله في الاجتماع الفني النهارده. قالوا لهم مسؤول الاتحاد الافريقي للنادي الاهلي وممثلي النادي الاهلي في هذا الاجتماع، قالوا لهم ايه يا جماعه؟ احنا بنوعدكم ان الفار هيشتغل بمنتهى الكفاءه في المباراه النهائيه، تمام، وهيكون بيعمل طوال احداث المباراه، وان اي كلام اتقال بهذا الصدد غير صحيح. ركز في الجزئيه دي. حتى النادي الاهلي منذ قليل يعني اعلن زي ما حضراتكم شفتوا من خلال صفحاته الرسميه على السوشيال ميديا. دي جزئيه مهمه جدا، والمعلومات اللي بنقولها لحضراتكم معلومات مؤكده جدا، ومرفوض تماما فرض اي امر واقع غير مبني على اي اساسيات. دي حاجه مرفوضه. ومعلش يعني خلينا كده نتكلم مع بعض بصراحه، هو الاهلي لو اتقال له النهارده في الاجتماع الفني خلي بالك يا اهلي احنا لو الماتش الفار فيه تعطيل الماتش هيستكمل، الاهلي هيسكت هيقول حاضر؟ لا طبعا، احنا شايفين الازمات ما بين الاهلي والاتحاد الافريقي. لا، الاهلي طبعا كان هيعمل مشكله كبيره جدا، الاهلي كان هيرفض الكلام ده تماما. وخلي بالك برضو الجزئيه دي لازم ناكد عليها. ليه؟ لان احنا عندنا بعض التخوف بخصوص ما حدث قبل هذه المباراه وكل ما يحيط بها انه يستمر اثناء المباراه. لا، مش هنقبل، الاهلي مش هيقبل. انتوا اخترتوا المغرب ان هي تنظم المباراه، مفيش اي مشكله خالص دلوقتي، مش ده اللي هنتكلم فيه، اتكلمنا فيه كتير، لكن في نفس الوقت لازم التنظيم يكون على اعلى مستوى. احنا بنتكلم طبعا في دوله كبيره جدا وشقيقه وعزيزه جدا هي دوله المغرب، والناس هناك ناس شاطره وهتنظم الماتش بشكل كويس بغض النظر عن اي توجهات من الاتحاد الافريقي. كتنظيم من المفترض ان التنظيم على كل المستويات يبقى جيد و100% مظبوط، 100% يكون مظبوط، ما فيهوش او ما تشابهوش اي شائبه. ده اللي بنأكد عليه. إذن القصة دي عشان نقفلها، محدش قال للأهلي خالص إن الماتش لو الفار حصل فيه أي حاجة أو تعطل هيستكمل، لأ، بل بالعكس. التاني أنا بعيد لحضراتكم، بالعكس اللي اتقال للأهلي يا جماعة الفار هيبقى على أعلى مستوى وهيفضل مستمر طول أحداث المباراة وبكفاءة عالية جدا، عشان نقفل الملف ده خالص. وده توضيح مهم حبينا إن احنا إيه نبتدي بيه مع حضراتكم الفقرة. طيب اكمل كم خبر اللي معايا فيما يتعلق بالاهلي النهارده وكواليس المعسكر قبل يعني 24 ساعه من انطلاق المباراه، يعني او يعني 25 ساعه بالظبط. فخلينا نقول ان كان في مسحه طبيه لعيبه النادي الاهلي النهارده استعدادا للمباراه، وكل اللعيبه والبعثه بالكامل عملوا المسحه كاجراء احترازي بخصوص فيروس كورونا، وان شاء الله كله يبقى سليم مفيش اي مشكله خالص. النهارده كمان كان في تصريحات من موسيماني والشناوي كابتن النادي الاهلي، موسيماني طبعا مدير الفني والشناوي كابتن الفريق، وكان ايضا في تصريحات من الركراكي والتجنوتي، الركراكي مدير الفني للوداد والتجنوتي حارس مرمى وكابتن فريق الوداد. اللي عجبني قوي في اللقطات دي لو معانا يا جماعه المصافحه اللي كانت ما بين موسيماني والشناوي مع مدرب الوداد وحارس الوداد، وده اللي يدل على ايه؟ على ان العلاقات دايما كويسه ما بين الفرقتين وما بين الاهلي كمسؤولين والوداد كمسؤولين وبين مصر والمغرب، والكلام ده مش محتاج اي حاجه. لكن كل اللي حصل الفتره اللي فاتت هو كان صدام ما بين الاهلي والاتحاد الافريقي ليس للوداد اي دخل بيه. فالمصافحه اللي كانت النهارده دي لو معانا اللقطات يا ريت نعرضها، كان شيء مميز جدا وانعكاس واضح عن يعني العلاقات المميزه ما بين الفرقتين. النهارده كمان كان في تصريحات لمستر بيتسو موسيماني هقولها لحضراتكم، انتم شايفين لقطات للمؤتمر الصحفي بتاعه، اتكلم في عده امور هامه، قال ان احنا بنخوض المباراه بعد موسم شاق للفرقتين، ووصلنا لنهائي افريقيا بعد مشوار طويل، كل فريق لعب 15 مباراه وده معناه يعني قرابه النص موسم تقريبا، وقال كل فريق عايز طبعا يكسب ويتوج مجهوده بلقب مهم زي ده. قال طبعا الماتش صعب، في نفس الوقت الاجواء فيها ضغوطات وبعض الامور الطبيعيه اللي بتحصل في كره القدم، تعرضنا لبعض الضغوط دي في مباراه الوداد فواخدين على الاجواء اللي زي دي،
وبنتوقع هي الضغوط هتتكرر اثناء المباراه، لكن احنا نقدر ان احنا نتعامل معاها. قال كمان احنا بنخوض المباراه امام فريق محترم جدا، يعني هو بيحترم فريق الوداد طبعا، ما حدش يقدر يقلل ابدا من فريق قوي بامكانيات مميزه باداره فنيه جيده زي فريق الوداد وتاريخ طبعا كبير، لانه تاهل هذا النهائي اكثر من مره، ده على حد يعني كلام موسيماني. وقال انه بتجمعه علاقه كويسه جدا بمسؤولي الوداد وبالمدرب وببعض اللاعبين، لكن قال ده مالوش اي علاقه بانتمائي للنادي الاهلي وتمنياتي ان انا اقدر احقق بطوله جديده مع الفريق. لما سالوه عن موضوع انك هتلعب النهائي في المغرب، قال احنا بنلعب الماتش في اي مكان، ما عندناش اي مشكله خالص، احنا كفريق وكجهاز فني احنا مركزين بس في الملعب. وانا يعني عجبني قوي التصريح ده، لان دايما زي ما كنا بنقول لحضراتكم في فصل تام ما بين الخطوات الاداريه اللي بتتخذ في اتجاه الدفاع عن حقوق النادي وما بين الفريق وتركيزه في المباريات بشكل عام، مش حتى المباريات الحاسمه والمصيريه اللي زي دي بشكل عام. هو ده او هي دي ثقافه النادي الاهلي وكل من يعمل داخل منظومه النادي. وقال ان احنا تفكيرنا الان في المباراه داخل الملعب فقط. عن الغيابات موسيماني رد في الجزئيه دي لما اتسال، قال لا يعني احنا عندنا ممكن يكون عندنا بعض الغيابات، لكن احنا تعودنا على الكلام ده وقدرنا ان احنا حتى في اكبر محفل عالمي هو كاس العالم للانديه لعبنا فيه بغياب حوالي 9 لاعبين بما فيهم كابتن الفريق محمد الشناوي، قدرنا ان احنا ناخد الميداليه البرونزيه، وده اللي احنا اشتغلنا عليه على مدار موسمين فاتوا، ان ازاي يكون احنا جاهزين ايا كانت ايه الظروف. بشوف برده انه تصريح موفق جدا. اختتم تصريحاته موسيماني بان النادي الاهلي واحنا كفريق مؤمنين جدا بفرصنا بالفوز في المباراه رغم صعوبات المنافسه والصعوبات اللي بتواجهنا. قال فريق الوداد المغربي فريق كبير جدا وعنده تاريخ كبير وبنلعب امامهم على ارضهم، لكن احنا هنا لكي نلعب ونمثل الاهلي واسمه الكبير القادر على المنافسه في كل المحافل والظروف. يعني تصريحات موفقه النهارده من موسيماني النهارده، وكان واضح ان هو ذكي وهادي جدا جدا في تصريحاته، وده اللي مطلوب قوي في يعني مواقف قبل مباريات زي دي، مباريات مصيريه، مباريات بتبقى محتاجه هدوء. وزي ما اتكلمت مع حضراتكم امبارح وعرضت لكم بعض اللقطات لفريق النادي الاهلي في المعسكر، اللعيبه بتبتسم بتضحك هاديه مفيش ضغوط عليها. طبعا عارفين مدى اهميه الماتش والتركيز اكيد كبير جدا جدا فيه، لكن في نفس الوقت هي معادله صعبه انك ازاي تبقى مركز قوي 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 في نفس الوقت ما تبقاش مضغوط، في نفس الوقت تبقى تقدر تتعامل مع المباراه، في نفس الوقت التركيز الزياده ده ما يضغطش عليك وياثر عليك فنيا في الملعب. فبرافو على موسيماني في تصريحاته النهارده. طيب الشناوي كمان كان ليه بعض التصريحات المهمه جدا، تعالوا نشوف الشناوي قال ايه ونرجع نكمل مع بعض، يلا بينا. ان شاء الله اللعيبه كلها مركزه في المباراه وعارفه قيمه الوداد كويس جدا واحنا محترمينهم كويس جدا، واحنا هنا بقالنا فتره 4 ايام عشان نجهز المباراه، ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونرجع بالبطوله ان شاء الله. اكيد طبعا كل العالم اتفرج على المباراه بتاعه امبارح اكيد، واكيد يعني بالنسبه لي انا زعلان جدا عشان طبعا صلاح ان هو خسر امبارح، بس ان شاء الله اللي جاي لي احسن. اكيد احنا لما بنيجي نحضر لاي فرقه اكيد بناخد نتفرج على كل المواقف بتاعه الفرقه بتاعه الخاص الجهه الفنيه يعني، واكيد بنتفرج عليهم كويس. احنا ما بندورش على بنشوف ايه القوه بتاعه الفريق وضعف الفريق، بس الحقيقه يعني ان شاء الله الفرقه كلها تبقى مركزه واحنا محضرين المباراه كويس جدا، واللعيبه عارفه ان شاء الله اهميه المباراه، واكيد بكره ان شاء الله يبقى التوفيق معانا وان شاء الله نرجع البطوله ان شاء الله. سيبنا الوداد مرتين بدون جمهور ايام الكورونا، دلوقتي احنا بنلعب مع جمهور. النادي الاهلي معروف دايما على طول بيلعب تحت ضغط وتحت جمهور ما عندوش اي مشكله خالص، احنا لسه كنا قريب موجودين هنا برضه كنا بنلعب تحت جمهور. النادي الاهلي دايما على طول ما عندوش مشكله مع الجمهور خالص، واكيد طبعا نلعب في اي مكان واي اي مع اي فرقه في اي مكان، والنادي الاهلي معروف دايما على طول ان هو بيتحط اي ضغط اي تحت ضغط وهو ما عندوش اي مشكله في الموضوع ده خالص. يعني موضوع الجمهور ان هو يبقى موجود ده اكيد بالنسبه لي يكون حاجه كبيره جدا ان هو يكون موجود ويساندنا، بس اكيد هما برضو روحهم معانا حتى لو مش موجودين هما روحهم معانا، واحنا عارفين قيمه الجمهور بتاعنا كويس جدا، واحنا بنلعب عشان في الاول في الاخر احنا نفرحهم وان شاء الله نرجع لهم بالبطوله، ولو هما مش موجودين وما قدروش يجوا
احنا عارفين اهميتهم وعارفين اللعبه كلها عارفه يعني ايه جمهور النادي الاهلي، وعارفين انهم رقم واحد بالنسبه لنا، وهم عارفين اللي البطوله دي هم بالنسبه لهم، وان شاء الله نرجع لهم البطوله ان شاء الله. انا يعني حاول افهم السؤال بس تمام. يعني اكيد خلاص يعني دي او في الاخر كوره، تمام، احنا بنعمل اللي علينا في الملعب، ودي الكوره دايما موجوده، يعني خساره ومكسب، احنا اهم حاجه احنا عندنا مباراه بكره مهمه جدا، مهمه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للجمهور كله. احنا اهم حاجه مركزين بكره، واهم حاجه احنا حاطين هدف بتاعنا من اول ماتش لعبنا خالص في المجموعات، من اول دور ال 32 لغايه النهارده. وصلنا النهارده اللعيبه عارفه يعني اهميه البطوله ومركزه جدا، واحنا محضرين المباراه كويس جدا مع الجهاز الفني، واحنا هنلعب فريق قوي بكره وعامل له احترام كبير جدا. عشان كده ان شاء الله اللعيبه ان شاء الله يبقى معاها التوفيق بكره، وان شاء الله نرجع بالمباراه. يعني والله العظيم يا جماعه بدون مبالغه اي فريق في الدنيا، شايف اي فريق، شوف فيه كام فريق بيلعب كوره في العالم كله، يتمنى يكون عنده شخصيه زي شخصيه الشناوي، قائد بمعنى الكلمه، قائد بمعنى الكلمه. لما بتشوفه الشناوي ما بيهزرش، ما تعرف بقى هو بيسوى بقى ما بيعرفش يهزر، او هو شخصيته كده، هو ما بيهزرش، راجل جدي قوي، راجل متحمل المسؤوليه جدا جدا. اللي قرب منه وشافه في المعسكرات وفي الماتشات وكلام من ده، لا، شخصيه مسؤوله، شخصيه قياديه، وده المطلوب قوي قوي في الفرق الكبيره اللي زي النادي الاهلي طبعا. فاي فريق في الدنيا يتمنى واحد زي الشناوي. التصريحات كلها متزنه، التصريحات كلها مميزه جدا، وان شاء الله باذن الله باذن الله الاهلي يقدر ان هو يكون موفق ويلعب مباراه كبيره، وعندنا ثقه قوي 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 في الفرقه وفي اللعيبه، في الجهاز الفني، في كل حاجه، في كل حاجه، مجلس اداره كمان كله هناك. الامور يا جماعه جيده الحمد لله، ان شاء الله تكمل على خير. تعالوا نشوف تصريحات وليد الركراكي، لان وليد الركراكي قبل بس ما نروح نشوف التصريحات اتكلم في كام جزئيه مهمه جدا. قال ان احنا لدينا افضل جماهير في العالم، جماهير الوداد فريق محترم وجماهير محترمه جدا طبعا، وجماهير قويه قوي، ما نقدرش ننكر الكلام ده. بس بص بقى التصريحات اللي هي ايه اللي من تحت لتحت دي، احنا مش الاوفر حظا للفوز باللقب، مش احنا اللي هنكسب، ده الاهلي هو المرشح الاكبر. ازاي؟ طيب ازاي؟ طبعا الاهلي فرقه كبيره، الاهلي فريق يقدر يكسب في اي حته تحت اي ظروف تحت اي ضغوط، لكن في نفس الوقت الافضليه عندكم انتوا. التصريحات اللي زي دي مش هتاكل معانا خالص ولا مع موسيماني خالص، والله العظيم وانا بعيد وبكرر اكتر من مره في الموضوع ده، مش هنتاثر ومش هننام نينا، مش هننام نينا خالص من التصريحات دي. فيقول لك اصل هم المرشحين الاكبر وهم اللي مش عارف ايه وامكانياتهم اعلى وكلام من ده، سيبك من الكلام ده، ده شغل نفسي. اتكلم كمان ان المشاكل اللي الاهلي بيطرحها مش هتاثر عليه، الاهلي مش بيطرح مشاكل خالص مع حتى الوداد ولا مع اي حد، المشاكل مع الكاف ده امر واضح جدا. تعال نشوف جزء من تصريحات الركراكي، جزء بس من التصريحات، بعديها هنطلع فاصل ونرجع نكمل، لسه عندنا كلام مهم قوي. يلا بينا. اول حاجه احنا عارفين البوليميك اللي طرات على الجمهور من الفينال اللي غتلعب في دونور، حكا كاينين ديسيزيون ديال لاكاف، وشنو احسن بحال اللي قلت في الاول، شنو احسن على لو سبيكتاكل ديال لافريك، هي نبينو ان ستاد اللي غيكون عامر، اللي غيكون جمهور، اللي غيكون ان سبيكتاكل. وبان لي ولا كانت لعبت في السنغال ولا في جنوب افريقيا ولا في تنزانيا، جوج جمهورهم ما يقدروش يجيو، والستاد اللي ما غاديش يكون عامر وما كان جمهور، ماشي شرف كبير على لاكاف وعلى الشامبيونز ليغ وعلى على القيمه ديال الكره. ولا كانوا بغاو نلعبوا في كايرو كنا مشينا، حنا ما عندناش مشكل الصراحه، حنا اللي بغينا هي نلعبوا مع الجمهور، يكون ان سبيكتاكل، والجمهور الصراحه غيعاوننا حنا في الدار. بحق ما كان امن لي فرقه بحال الاهلي زعما غتكون ضاغط عليها تلعب مع 45000 الناس، هما مولفين، والعام اللي فات جاو الرباط ربحوها هنا، وشحال الشامبيونز ليغ ربحوا على برا. دونك هادشي ما غاديش يظهر عليهم، اللي كيامني حنا غنكونوا مع الجمهور ديالنا، غيكون ان سبيكتاكل، غنحطوا لو ماكسيموم باش يكون ان بون سبيكتاكل ويفرحوا بينا غدا ان شاء الله. شوف انا كنهضر ديما بالنيه، واللي عندي في راسي غنقولها، واش كذبت واش الاهلي فابوري؟ ما كذبتش، حنا نحلموا نديروا 3 فينال كونسيكوتيف في الشامبيونز ليغ. دونك ما عندهم تجربه، ما عندهم 10 شامبيونز ليغ 15 فينال،
ماشي علاش كنقول هذا الشيء سافو دير حنا غاديين باش نخسروا، بالعكس حنا غنديروا كل شيء باش نجيبوها غنتقاتلوا. بور موا سي دو 50-50، ما كنقولش ملي الاهلي سون بلوس فافوري كو نو، مي في لو بابيي مع شنو طرا هذا العام مع ليكسبيرونس اللي عندهم، لا ترويزيام فينال ديال المدرب ديالهم، لا كاتريام في لا كارير ديالو، كنقول دو لوغ كوتي عندهم ليكسبيريونس، عندهم كل شيء بحق. حنا عندنا شي حاجه اللي كبيره هي لو كور، عندنا هنا عندنا واحد جروب اللي قلتي انت، بدينا العام مشى الكهبي، مشى ناجم، مشى الكرتي، مشى مزوفا، ما قدرناش نديرو انتدابات، كانوا الدراري غنمشيو في ميركاتو، بقاو بحال بديع، بحال رحيم، بحال اسرير، وبقاو وتجمعنا وجلسنا وهضرنا وقلنا هاد العام غنتقاتلوا، بعدا نتقاتلوا من بعد نشوفوا. وهاد لا مونتاليتي اللي عاونتنا اللي تقاتلنا، قلتها يمكن ما غاديش نكونوا احسن فرقه اما في بطوله اما في تشامبيونز ليغ بلو جو بلي باغين جمهور تيكي تاكا ونفرجوا الناس خمسه البيوت اهداف ويفرحوا يقولوا احسن فرقه اللي دازت في الوداد، حق في لا غرينتا في لو كور كان امن يمكن احسن فرقه اللي دازت في الوداد يمكن هي هذه، كتقاتل حتى الدقيقه الاخريه، شحال الماتشات ربحنا في الدقيقه الاخريه، تقاتلنا الجمهور عاوننا، بشويه بشويه في العام رجعنا عائله مع الجمهور، حسنا بالحب ديالهم وحتى هما حسوا بالدق اللي عندنا. دونك ملي كنقول لي سون فافوري هي في لو بابيي سون فافوري، بحال حنا غنعاودها اون شي حاجه اللي هذه ما تقالش تحتها هي لو كور ولونفي. طيب خليني اقول لحضراتكم ان الكابتن محمود الخطيب هيجتمع باعضاء مجلس الاداره في المغرب النهارده الساعه 6 بتوقيت المغرب. الاجتماع ده هيحضره السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي، المهندس خالد مرتجي امين الصندوق، والاستاذ طارق انديل عضو مجلس الاداره، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره، والكابتن حسام غالي ايضا عضو مجلس الاداره، والسيد محمد الجرحي ايضا عضو المجلس، وذلك لمناقشه كافه الامور الخاصه بمباراه الغد وفي مقدمتها تذاكر المباراه وما طلبوا النادي في الاجتماع الفني صباح اليوم، وكذلك ما طلبوا في الايام السابقه. ويحاول رئيس الاهلي ترتيب كافه الامور بما يضمن مسانده الفريق ودعمه في لقاء الغد للحفاظ على اللقب الافريقي للعام الثالث على التوالي باذن الله واحد احد. بالمناسبه كمان النهارده نسيت اقول لكم ان في الاجتماع الفني تم الاستقرار على ان الاهلي هيلبس او هيرتدي الزي التقليدي بتاعه، التيشيرت الاحمر، الشورت الابيض والجورب الاحمر، في المقابل الوداد هيلبس الزي الابيض فابيض فابيض. فده برضو من ضمن الامور زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره، من ضمن الامور اللي حدثت اليوم في الاجتماع الفني. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي عشان يطمننا بشكل اكبر واكبر على بعثه الفريق وكيف يستعد النادي الاهلي لمباراه الغد والاستعدادات النهائيه عباره عن ايه وما حدث بالتحديد كمان في الاجتماع الفني النهارده. يا فاروق اهلا بيك. كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لكل مشاهدين، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويا امير بنظر التفاؤل ان شاء الله يا ربنا يكملها على خير يا رب. ونعود ان شاء الله من المغرب الى القاهره ومعانا كاس الحادية عشر باذن الله. باذن الله واحد احد ان شاء الله هيحصل الكلام ده. فاروق طمني على البعثه، على الفريق، الامور ماشيه ازاي، برنامج الفرقه عامل ازاي، يعني عايزين نطمن يا فاروق بشكل كبير قوي قوي، نطمن كل جماهير النادي الاهلي. يعني خليني اقول لك يا امير، صباحا كان الاجتماع الفني اللي جمع مسؤولي النادي الاهلي، طبعا في وفد النادي الاهلي اللي كان موجود فيه المهندس خالد مرتجي، الكابتن حسام غالي، الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سمير عدلي، كابتن ماهر عبد العزيز، وايضا يعني المسؤولي الكاف ومسؤولي نادي الوداد. امور كتير يا امير في هذا الاجتماع تم الاستقرار عليها، في امور كانت محسومه من قبل اللي هو النادي الاهلي طبعا بعد اجراء القرعه، النادي الاهلي اصبح
الفريق رقم ايه في الملعب، فبالتالي النادي الاهلي هيرتدي زيه الكامل، التيشيرت الاحمر والشورت الابيض والشراب الاحمر. طبعا يا امير كانت في بعض المحاولات بتجرى للنادي الاهلي يغير لون الشورت يبقى اللون الاسود، لكن النادي الاهلي تمسك بزيه الرسمي بالكامل. نادي الوداد البيضاويه هيرتدي القميص الابيض والشورت الاسود، ودي الامور اللي استقروا عليها في الاجتماع الفني للمباراه. ايضا تم تغيير مكان جلوس مقاعد بدلاء والجهاز الفني للنادي الاهلي. انت عارف يا امير ان الفريق صاحب الملعب او صاحب الارض اللي فاز بالقرعه والنادي الاهلي كان بيكون على يسار المقصوره، ولكن مع خلاص يعني عدم وجود اي فرصه لنقل جماهير النادي الاهلي من الجانب الايمن للمدرجات الثالثه شمال في ملعب الوداد، نادي الاهلي يعني وافق ان يتنقل مكان جلوس الجهاز الفني واللاعبين من الجانب الايسر الى الجانب الايمن علشان يكون برفقه جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي استجاب يعني تنازل عن هذا الامر من اجل برضو ان هو يكون موجود جنب جماهير النادي الاهلي والحفاظ على جماهير النادي الاهلي. من النقاط المهمه برضو يا امير اللي اتكلموا فيها اللي اتكلمنا فيها في الاجتماع الفني وتم الاستقرار والموافقه عليها من جانب مسؤولي الكاف، واللي اكدوا عليها تاني يا امير ومن خلالك برضو بنقولها من خلال قناه النادي الاهلي، تم التاكيد على عدم استخدام او دخول الشماريخ لارض الملعب، تم التاكيد على عدم وجود الليزر في ارض الملعب، تم التاكيد على عدم القاء الزجاجات في ارض الملعب. من النقاط المهمه جدا مسؤولي الكاف صرحوا للنادي الاهلي ان تقنيه الفار هتعمل بصوره مستمره طوال اللقاء، مفيش اي كلام او اي امور اثيرت في تعطل او لهذا الامر. ده يعني تاكيد خده المسؤول النادي الاهلي ووفد النادي الاهلي من مسؤولي الكاف ان تقنيه الفار هتفضل يعني ما فيش فيها اي مشكله على مدار وقت المباراه علشان ما يبقاش فيها اخلال ب يعني نظام المباراه او شروط المباراه. عقب يا امير الاجتماع الفني طبعا كان المؤتمر الصحفي للمستر بيتسو موسيماني ووليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد. طبعا مستر بيتسو موسيماني اتكلم على المباراه وقال خلاص انا قدامي 90 دقيقه مش هتكلم على اي امر الا 90 دقيقه، احنا موجودين هنا من اجل ال 90 دقيقه، هدفنا ان احنا نحقق البطوله باللعب فريق كبير زي فريق الوداد عنده طموح ان هو طبعا يفوز بالبطوله، احنا عندنا الطموح ان احنا نحافظ على اللقب بتاعنا، انا برتبط بعلاقه طيبه مع جماهير المغرب او جماهير الوداد وايضا رئيس فاروق محمد الشناوي طبعا اتكلم على خبرات لاعب النادي الاهلي واتكلم على الكثير من الامور على خبرات لعيبه النادي الاهلي في التعامل مع هذه المباراه. طيب. وان مباراه الرجاء كانت بالنسبه لنا بروفا مهمه جدا قبل هذه المباراه وخلاص. فاروق اسمح لي بس عايز اسالك سؤال مهم على هذا الامر اتسال على اتفضل يا امير. تمام اتكلمنا احنا على المؤتمر الصحفي وتصريحات المدربين وكباتن الفرق وكلام من ده، انا بس عايز اسالك على العدد اللي يعني الاقرب من جماهير النادي الاهلي انه يحضر المباراه بكره بعد توزيع عدد كبير من التذاكر امبارح واكيد النهارده كمان في استمراريه للعمليه دي، ممكن عدد جمهور النادي الاهلي يكون كام في المدرجات بكره في مركب محمد الخامس؟ مبدئيا دلوقتي يا امير ما اقدرش احسم لك العدد كام من جماهير يعني النادي الاهلي، لكن الاقبال اللي احنا شايفينه من الجماهير والتوافد على المقر اقامه النادي الاهلي للحصول على تذاكر المباراه. لكن في نقطه مهمه جدا يا امير برضو ان كان في دفعه ثانيه من تذاكر النادي الاهلي اللي المفترض ان الاتحاد المغربي يسلمها للنادي الاهلي، حتى الان النادي الاهلي لم يستلمها، يعني النادي الاهلي ما استلمش الحصه الكامله بتاعته من تذاكر المباراه اللي هي المقدره للنادي الاهلي ب 10,000 تذكره. النادي الاهلي ما استلمش العدد بالكامل، يعني استلم بعض يعني الاعداد من هذه التذاكر، في اعداد جماهير موجوده في يعني بنقابلها بتيجي المقر اقامه النادي الاهلي بتحصل على التذاكر زي ما قلنا مجانيا من جانب النادي الاهلي او مسؤولي النادي الاهلي. طبعا كل الامور التنظيميه اكد عليها كمان الكابتن محمود الخطيب في اجتماعاته مع مجلس الاداره او مسؤولي السفاره على ضروره توفير الامان الكافي مش لبعثه النادي الاهلي فقط كلاعبين وكجهاز فني ولكن ايضا كجمهور للنادي الاهلي. لكن ان شاء الله يا امير هيبقى موجود عدد كبير جدا من
جمهور النادي الاهلي ان شاء الله في مركب محمد الخامس. طيب فاروق، عايز اسالك بالتحديد على وجوه اللعيبه، انت اكيد بتشوفهم في الفندق، طمنا كده كجمهور للنادي الاهلي، هل وجوههم مستريحه؟ في ضغوط مثلا عليهم كبيره، ولا عندهم ثقه كويسه في نفسهم قبل المباراه دي؟ الامور ماشيه ازاي وتعامل ماشي ازاي؟ المحاضرات اخبارها ايه؟ هل هي محاضرات مكثفه ولا الماشيه بالشكل الطبيعي من قبل الجهاز الفني مع اللاعبين؟ الكابتن محمود الخطيب هل جلس مع اللعيبه ولا لا قبل انطلاق المباراه غدا؟ يعني قول لنا كل الكواليس دي برضو نبقى عارفين. يعني بص يا امير، انت عارف احنا دايما من خلال قناه النادي الاهلي بنتكلم بصراحه وبمصداقيه. اللي احنا لامسينه مش من النهارده ولا من امبارح، لا يا امير، من ساعه يعني الاول وجودنا في طائره الفريق وتوجه الفريق الى مطار القاهره، ملامح اللعيبه ووجوه اللاعبين، لا في تركيز عندنا، في تفاؤل، في ثقه، في يعني احساس بقيمه المباراه. حلو. بالنسبه للاعبين، بالنسبه للجمهور، بالنسبه للنادي، بالنسبه لمجلس الاداره، مجلس الاداره انه موجود بالكامل مع اللاعبين، موصل رساله مهمه جدا جدا للاعبين، احنا واثقين فيكم. النهارده كلام محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي مع في المؤتمر الصحفي، لا يعني الثقه موجوده يا امير، انت عارف اسم النادي الاهلي وخبرات لعيب النادي الاهلي، لكن احنا طبعا بنتمنى التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ولكن الوجوه بتاعه اللعيبه اللي احنا بنشوفها سواء في مقر الاقامه في التدريب، اللعيبه بتتسابق يا امير من اجل الحصول على مكان داخل يعني التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي. مستر بيتسو موسيماني زي ما قلنا بيفكر في اكتر من طريقه، فالامور دي كلها يا امير، الجديه اللي بنشوفها من اللعيبه، الحماس، التفاؤل. انا يعني انت عارفني يا امير، انا دايما بتكلم انا كفاروق، انا متفائل ان شاء الله، ان شاء الله خير باذن الله، وربنا يكرمنا، وان شاء الله يا امير يعني البطوله باذن الله يا امير اهلاويه. الثقه ديت احنا برضو بنستمدها من حماس اللاعبين. خليني برضو يا امير عشان برضو زي ما قلت لك احنا بنتكلم بمصداقيه. احنا موجودين في نهائي، اكيد بينتابك الخوف، لكن اللعيبه نفسها هي اللي بتدي لك التفاؤل، اللعيبه هي اللي بتطمنك، اللعيبه هي اللي بتدي لك الثقه. فانا بقول لك يا امير ده اللي احنا لامسينه. انا يعني انا اتكلمت معاك يا امير كلام من القلب، يعني مش اكننا قدام، يعني مش موضوع ان احنا قدام الكاميرا ولا في قناه الاهلي، انا بكلمك كلام من القلب. اللعيبه الواحد بيستمد منهم الثقه، بيستمد منهم التفاؤل، بنستمد منهم الروح، يعني ملامح الكابتن الخطيب، ملامح اعضاء مجلس الاداره، اعتقد بتغني عن اي جلسه، بتغني عن اي كلام. كابتن الخطيب لسه طبعا هيجتمع مع اللاعبين، لكن يعني صدقني والله يا امير كل اللي احنا بنشوفه من الجهاز الفني، من اللاعبين، محدش بيدخر اي جهد، ولا حد يعني هيتوانى ان هو يعني يضيع ثانيه او دقيقه من اجل ان هو يعني يبذل كل العرق من اجل اسعاد جماهير النادي الاهلي. باذن الله فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا، ويا رب دايما نكون موفقين في المباراه ونقدر ان احنا نرجع باللقب وتقولنا بالسلامه يا فاروق. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح، ومهم قوي الاهلي يكسب الماتش ده وياخد البطوله دي عشان نشوف بقى ريال مدريد اللي مش عايزه تسيبنا في حالنا دي، يعني بعد ما فازوا امبارح. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نتكلم بقى في بعض الجوانب العالميه تحديدا نتطرق ليها بعد ماتش الامس بين ريال مدريد وليفربول، فاستنونا. يلا بينا. ريال مدريد عايزه ايه يعني؟ مش فاهم. لا كم كبير جدا من الحظ والتوفيق حالف فرقه ريال مدريد السنه دي في الشامبيونز ليج، ومش سايبيننا في حالنا، احنا كل ما نقرب منهم في البطولات القاريه هم يبعدوا. لغايه قبل الماتش امبارح كان فرق بطولتين، هم 26 واحنا 24 بطوله قاريه، وكنا ان شاء الله عندنا ماتش بكره مع الوداد باذن الله واحد احد، كنا هنكسب او مثلا نكسب يعني الماتش ويبقى عندنا السوبر، فممكن نتعادل معاهم في الالقاب، لكن هم بيبعدوا عننا. مش عارف عايزين مننا ايه بصراحه، يعني حقهم طبعا المنافسه وحقهم الكلام من ده، لكن اللي عمل ماتش اكبر امبارح هي ليفربول. مش بس ليفربول، لا ده باريس سان جيرمان قدام ريال مدريد، ومع ذلك ريال مدريد تاهلت، مانشستر سيتي كذلك، قبليها كمان كان تشيلسي. فالموضوع غريب قوي. لا يعني حظ كبير جدا جدا، انشيلوتي الدنيا مشيت معاه حلو قوي قوي في البطوله السنه دي، رغم ان الامكانيات اقل. يعني انت هنا مثلا ممكن في ناس تقعد تقول لك اصل موسيماني محظوظ، لا يا جماعه محظوظ ايه؟ ما امكانيات الاهلي كبيره وبيلاعب فرق امكانياته اقوى منها، هو الاهلي اقوى لكن ريال مدريد مش الاقوى. فعشان كده بقول لك انشيلوتي محظوظ جدا جدا ان هو بالمجموعه دي ومن غير تدعيمات كبيره ومن غير يعني اي حاجه تقدر ترجح كفته بشكل كبير ان هو يكسب البطوله. لكن بصراحه هو عنده افضل حارس في العالم كورتو، الراجل امبارح بيشيل كور مش ممكن تتشال. يعني في كوره بتاعت محمد صلاح اللي اتصرف فيها، وبمناسبه صلاح هتكلم في جزئيه مهمه قوي دلوقتي، يعني محمد صلاح امبارح عمل ماتش كبير جدا. في كوره بقى في الشوط الثاني كورتو، انا قلت كورتو يا جماعه، انا قلت حاجه ثانيه؟ ايوه محمد صلاح، الكوره جات له اتلعبت
طوليه استلم استلامه ممتازه، وقف الكره بشكل كويس، وسع لنفسه راح شايطها باليمين كورت وطلعها بايده بشكل يعني اعجازي، وهو السبب الرئيسي في فوز ريال مدريد بالبطوله كلها، مش الماتش ده امبارح بس يعني بالنسبه لريال مدريد. في كل الاحوال هنفضل ننافس ريال مدريد ان شاء الله انكم موافقين كنادي الاهلي ان احنا نحصلهم في عدد الالقاب القاريه، بشوف ده شيء مهم البعض بيقلل منه. لكن انا عندي جزئيه مهمه قوي لازم اتكلم فيها، وموضوع الهجوم على محمد صلاح من بعض المصريين المنتمين لريال مدريد. يا حبيبي انتمي لريال مدريد مفيش اي مشكله، لكن غير مبرر اطلاقا انك تهاجم محمد صلاح او تتجاوز في حقه. احنا بيجي لنا كام محمد صلاح؟ ده محمد صلاح ده اول مره يجي لنا لعيب زي ده، اول مره يبقى عندنا لعيب زي ده بيحقق انجازات زي دي، بيلعب ثالث نهائي تشامبيونز ليج، ثالث نهائي. انت بتتكلم في ايه يا ابني؟ انت هو اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده واحد لازم نفتخر بيه بشكل مش طبيعي، ده لازم يتكرم كل شويه، مش كرم كل فين وفين، ده واحد لازم يتكرم كل شويه محمد صلاح ده. فغير مطلوب مره وغير مقبول بالمره ان يتم الهجوم على نجمنا المصري محمد صلاح. كلنا في ظهرك يا صلاح، وهتعمل انجازات كبيره وهتجيب لنا جوائز اكبر واكبر واكبر ان شاء الله، ولسه قدامك مشوار طويل في الملاعب يعني. فهارد لك لمحمد صلاح امبارح، ومبروك لجماهير ريال مدريد، وان شاء الله نبارك لبعضنا كاهلاويه بعد مباراه الوداد كمان. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، فاستنونا. طيب سؤال الحلقه النهارده كان ايه؟ كتوقعاتكم لتشكيل النادي الاهلي في مباراه الوداد بكره باذن الله. ناخد تفاعل حضراتكم معانا ونبتدي بيونس حسام واللي قال الشناوي في حراسه المرمى، معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني لحد دلوقتي الراجل ماشي كويس. في نص الملعب حمدي فتحي، اليو ديانج ماشي ربما، قدام عبد القادر، قفشه، بيرسي تاو، محمد شريف، ويا رب النصر للاهلي باذن الله، الاهلي يكسب ايا كان مين اللي هيلعب. خلينا ناخد رمضان واللي قال محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمد هاني، علي معلول، عمرو السوليه، اليو ديانج، احمد عبد القادر، قفشه، تاو، شريف. ترجعوا بالسلامه باذن الله، مجبورين الخاطر يا رب العالمين باذن الله يا رب. خلينا كمان ناخد رشدي واللي قال مساء الخير يا امير، مساء الفل عليك يا رشدي. الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، عمرو السوليه، اليو ديانج، حمدي فتحي، احمد عبد القادر، حسين الشحات، ومحمد شريف. يعني قصده كمان 4-3-3 دي هتبقى طريقه اللعب. خلينا ناخد اشرف العشر، قال الشناوي، هاني، ربيعه، ياسر، معلول، حمدي، سليه، ديانج، طاهر، تاو، الشحات. ماشي يا عشر. احمد حبشي، قال الشناوي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمد هاني، معلول، ديانج، حمدي فتحي، طاهر، حسين الشحات، عبد القادر، وبيرسي تاو. دي كانت يعني توقعات وتفاعل حضراتكم معانا على سؤال حلقه النهارده والتشكيل الاقرب بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه اليوم. والله حتى لو التشكيل معروف يعني احنا مش هنقدر نقول عليه، لانه اكيد في متابعه كبيره جدا جدا من الجماهير المغربيه بالطبع، واحنا بنساند فرقتنا وبندعمها بشكل كبير، فمش من المصلحه ان احنا يعني نحاول نقول اي ملامح للتشكيل. فباذن الله باذن الله ايا كان مين اللي هيلعب وايا كان ايه اختيار موسيماني، ان شاء الله اللي موجود يكون موفق ويجيب لنا البطوله ال 11 والثالثه على التوالي باذن الله واحد احد. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد. وغدا كل الجديد اللي بيتعلق بالكواليس والاستعدادات الاخيره قبل ساعات من انطلاق المباراه باذن الله في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.